أنا عندي قاعدة تقول كابل وبغداد وجهان لعملة واحدة. يعني كيف؟ يعني هم بعشر داعش تسعة جوا احتلوا أفغانستان، احتلوا العراق، راح الطالبان، راح نظام البعث. الآن بعد انتهاء عصر داعش تسعة عاد الطالبان باتفاق مع الأمريكان في اتفاق الدوحة. من سيعود في العراق الآن؟ سيعود البعث بين قوسين عفواً أم سيعود الصدر بين قوسين؟ هذا يراد اتفاق صدري أمريكي صراحة، يراد اتفاق صدري أمريكي على مود ممكن أن يرجع نظام آخر غير هذا النظام اللي التخادم الأمريكي الإيراني اللي صار في هذا الموضوع. فالآن في هذا التوقيت أنه ما يردون فوضى بالعراق ولا يردون فوضى بأفغانستان، وين يركزون؟ التركيز على النظام في طهران. النظام في طهران ما دام موجودا لا يمكن مواجهة الأذرع، وأهمها الآن هو الذراع العراقي. لذلك أنا أعتقد البوصلة، بوصلة التحالف الغربي بشكل عام وحلفائه في المنطقة قصد النظام. هل هذا ممكن أن يحصل أم لا؟ لكل حادث حديث طبعاً.